السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جوار مول سلوات على شمالي بيكون صرح الشهداء، وهذه النزلة كان في مضى يسموها نزلة المعسكر. أنا كان في معسكر للجيش الأردني، دوال الشهداء. على يميني بيكون مفرق يبود، على شمالي مفرق اللي بودي اتجاه شارع المزرعة. اليمين هذا طبعا هو مخيم سلوات. مخيم سلوات فيما مضى كان معسكر الجيش الأردني، وكان أصحاب الأرض اللي هم الشيخ يوسف والحاج طاهر أبوه، وطبعا صادرت هذه الأراضي وامتلكتها الأردن، وأجوا اليهود فيما بعد وتملكوها، لأنه بيعملوش معسكرات داخل المدن والقرى، فعملوا فيها مخيم، عملوا مش لأجل يفرقوا قطاع غزة، مخيمات قطاع غزة. وأنا الحين في محطة البرج للتزود بالوقود، الآن بعد التزود بالوقود. يلا أعطيك العافية، شكرا. طبعا هذا الطريق يؤدي الى تودع ريحة والمزرعة، طريق المزرعة الشرقية. هلا بدنا ندخل على راس بركة من جهة الجنوب، او مستشفى سلواد او المركز الصحي. في الوجه بيوت آل الهندي. الحين من هنا بنطلع على راس بركة. هذا منزل الصديق خالد عبد الله مزيد. طبعا في الجهة في الأفق هذه منطقة رأس علي، مبينة اللي ظاهرة منطقة رأس علي.
حكيت بدي هاد طريق المعصرة، معصرة السلوات. يعطيك العافية غسان.